فيفا بولاية سمائل بمحافظة الداخلية. 75% نسبة الإنجاز في النفق الأول بطريق الشرقية السريع بعد الانتهاء من عمليات الحفر. الاتحاد الأوروبي يستعد لتفعيل قانون يحظر على الشركات الأوروبية الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران. ونتابع مشاهدينا في أخبار الاقتصاد. التوقيع على برنامج تعاون فني لإعداد استراتيجية لترويج مركز الأسماك في الدقم. وتتابعونا في الأخبار الرياضية. فريق عمان للإبحار بفئة كلاس 40 يحصل على المركز الأول في سباق أرمن ريس بفرنسا. بمناسبة حلول شهر الرحمة والمغفرة وتهيؤ جميع المسلمين في أصقاع الأرض لاستقبال أيامه الفضيلة بالصيام وإحياء لياليه بالطاعة والعبادة والقيام، تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني بهذه المناسبة المباركة مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة. وقد أعرب جلالة السلطان المعظم في برقياته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر ولشعوبهم بمزيد التقدم والرخاء، داعيا الله العلي القدير أن يسبغ على جميع المسلمين في هذا الشهر المبارك مزيدا من خيراته وآلائه وأن يعم فيه السلام والوئام كافة بلاد المسلمين. كما أعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو في برقياتهم المهنئة لجلالة السلطان المعظم عن صادق تهانيهم وخالص تمنياتهم لجلالته، داعين المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته على الدوام رافلا بالعافية والهناء وأن يمد في عمره ويحقق على يديه كل ما يصبو إليه الشعب العماني من تقدم ورقي ورفاه في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وأن يعيد المولى سبحانه هذه المناسبة الجليلة وأمثالها على جلالته والشعب العماني والأمتين العربية والإسلامية بوفر الخيرات ونمو البركات. فقد تبادل جلالة السلطان المعظم أيده الله برقيات التهنئة مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فخامة الرئيس إسماعيل عمر غيلة رئيس جمهورية جيبوتي، فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، فخامة الرئيس محمد عبد الله فيرماغو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، دولة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جلالة السلطان حاجي حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، فخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر عليف رئيس جمهورية أذربيجان، فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا، فخامة الرئيس شوكت مير زيويف رئيس جمهورية أوزباكستان،
فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، فخامة الرئيس إدريس ديمبي رئيس جمهورية تشاد، فخامة الرئيس علي بونغو أوديمبا رئيس الجمهورية الغابونية، فخامة الرئيس أدما بارو رئيس جمهورية غامبيا، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، فخامة الرئيس إمام علي رحمنوف رئيس جمهورية طاجكستان، فخامة الرئيس سورون باي جيمبي كوف رئيس الجمهورية القرقيزية، فخامة الرئيس نور سلطان نظر بايف رئيس جمهورية كازاخستان، فخامة الرئيس عبد الله يمين رئيس جمهورية المالديف، فخامة الرئيس محمد إيزوفو رئيس جمهورية النيجر، فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي. وكل عام والجميع بخير ومسرة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك هارولد الخامس ملك النرويج بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة ولشعب النرويج الصديق بطراد التقدم والازدهار. بتكليف من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، يفتتح بعد غد الجمعة صاحب السمو السيد شبيب بن تيمور آل سعيد جامع السيدة فاطمة بنت علي بولاية السيب. وقد تم تشييد الجامع على قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ حوالي 63 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء 8100 متر مربع. ويشتمل الجامع على قاعة الصلاة الرئيسية بمساحة 1600 متر مربع وتتسع ل 2200 مصلي، كما يشتمل على قاعة للصلاة للنساء تتسع ل 330 مصلية. ويحتوي الجامع على مكتبة وعدد من الفصول الدراسية ومجلس وقاعة متعددة الأغراض ومواقف للسيارات. احتفلت الشركة العمانية لإنتاج الذخائر اليوم بالافتتاح الرسمي لمصنع إنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة. المصنع يأتي ضمن المشاريع الرامية إلى توفير احتياجات قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية من الذخائر الخفيفة. رعى المناسبة معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع. في إطار خطط التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، وباستثمار مباشر من صناديق التقاعد للأجهزة العسكرية والأمنية بالبلاد، احتفل بالافتتاح الرسمي لمصنع إنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة بولاية سمائل. وبافتتاح المصنع اليوم فإننا نعلن عن اكتمال كافة مرافق المشروع والأنظمة المرتبطة بها، وذلك وفق أحدث التقنيات وإجراءات المعمولة بها في خطوط إنتاج مصنع الذخائر. كما نعلن عن اكتمال كافة مرافق ضبط الجودة ومختبرات فحص الذخيرة، والتي لها أهمية بالغة للتأكد من جودة المنتج. وتم تصميم هذه الأنظمة وفق معايير حلف شمال الأطلسي الناتو. يأتي المصنع ضمن المشاريع الرامية إلى توفير احتياجات قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية من الذخائر التي يتم إنتاجها بالمصنع. وقد تم تأسيس الشركة العمانية لإنتاج الذخائر بناء على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.
يعتبر مصنع إنتاج الذخائر من المصانع الفريدة في المنطقة لتحويل أحدث التقنيات وتفي مستلزمات قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية. يعتبر هذا المصنع أو الشركة فريدة نوعا ما من نوعها باعتبار أن نسبة التأمين فيها بنسبة 100%. معظم الكادر البشري والفني والمهني في المصنع من الكوادر العمانية. الافتتاح يعلن عن اكتمال كافة المرافق الإنتاجية والأنظمة الخاصة بالمصنع، وكذلك اكتمال إجراءات ومرافق فحص الجودة وتطبيق الاختبارات على الذخيرة وفق أحدث تقنيات تشغيل خطوط الإنتاج. المصنع يعلن جاهزيته التامة لتوفير مستلزمات قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية من الذخائر المنتجة وفتح آفاق للتعامل مع بقية دول المنطقة والعالم من خلال تسويق منتجات الشركة أو التعاون في مجال توفير المواد الأولية. يأتي افتتاح مثل هذه المشاريع للمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة مشجعة لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني، ولاية سمائل. 75% أنجز من النفق الأول بطريق الشرقي السريع بعد الانتهاء من عمليات الحفر فيه. وخلال تفقده صرح معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن افتتاح الطريق بشكل كامل لا يزال في موعده السابق بمنتصف العام القادم. بإتمام عملية الحفر، هذه تكون أعمال حفر النفق الأول في مشروع طريق الشرقية السريع قد اكتملت، وهو ما يجعل نسبة الإنجاز فيه تفوق 75%، حيث سيتم استكمال النسب الباقية حسب الخطة المقررة. بحمد الله وفضله تم اليوم الانتهاء من حفر وشق آخر جزء من النفق الذي في الموقع الأول في إنداب على طريق الشرقية السريع، تم بوتيرة متسارعة. وعموما الأعمال في الأنفاق هي مستمرة وتطورها جيد. بالنسبة للموقع الثاني، العمل الحفريات الآن في بداياتها، ونتمنى أيضا انتهاء من أعمال الحفريات بالكامل فيه في نهاية هذا العام. أما افتتاح هذا الطريق وانتهاء جميع الأعمال في داخل الأنفاق، خاصة الأعمال الميكانيكية والكهربائية، فمتوقع أن تنتهي في منتصف العام القادم بإذن الله. الأنفاق التي تنشا للمرة الأولى في السلطنة صممت على أعلى مواصفات السلامة والأمان لتضمن سلامة مستخدمي الطريق، وتبلغ أطوالها المرحلة الأولى فيها 600 متر، تتضمن طريقا بثلاث حارات في الاتجاهين، فيما تبلغ المرحلة الثانية 1400 متر، وسيتم تزويد الأنفاق بأحدث وسائل الإضاءة والتهوية المخصصة لهذه الطرق. إنشاء هذه الأنفاق كانت فرصة للاستثمار في تدريب وتأهيل الكادر العماني لأخذ الخبرة في دراسة وتصميم وإنشاء مثل هذه المشاريع. تضع وزارة النقل والاتصالات هذا النفق كأول لبنة في طريق ومشوار الإنجاز وتنفيذ هكذا مشاريع على مستوى السلطنة أينما تطلبت الحاجة لذلك. ونحن الآن واثقون تماما بأن الكادر الذي تم تدريبه من المهندسين العمانيين الشباب سيكونون على أهبة الاستعداد وعلى أتم الاستعداد للقيام بهذه المهام في أي مشروع قادم. تنفيذ المشروع جاء بعد دراسة عدة بدائل بينت أن خيار بناء الأنفاق هو الحل الأفضل في طريق الشرقية السريع، فيما سيفتح إنجاز الأنفاق الفرصة لتكرارها، خاصة مع وجود سلاسل جبلية عديدة في السلطنة. عبر هذه الأنفاق سيتمكن قائدو المركبات من الوصول إلى قراهم وولاياتهم بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية في هذه الأنفاق من أمام نفق النداب في محافظة الداخلية
عبد الله بن علي البلوشي. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد فاصل قصير. تخريج الدفعة الأولى من طلاب الدمج الفكري والدمج السمعي بمدارس محافظة ظفار. برنامج المسابقات القلعة يوميا في رمضان، مشتركين من داخل وخارج الاستوديو، جوائز نقدية قيمة جدا جدا. تابعونا يوميا على تلفزيون سلطنة عمان. وطن الشموخ والسلام. أكثر من 10 أعوام بدأ التعاون بين سلطنة عمان وشركة بي بي لتنفيذ مشروع خزان، أحد أكبر مشاريع الغاز في الشرق الأوسط. وفي العام الماضي أطلقنا المشروع بسلامة وفي الوقت المحدد، وساهمت التكنولوجيا المتطورة التي اعتمدناها في إنتاج حوالي 1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مما يساهم في توفير الطاقة اللازمة لسلطنة عمان. وتهدف برامجنا للاستثمار الاجتماعي إلى تمكين الأجيال العمانية القادمة وتطوير قدراتها. ونفخر بمساهمتنا تجاه التنمية المستدامة في عمان. عمان وشركة بي بي، شراكة تنبض بالطاقة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتبادل برقيات التهاني مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بتكليف سامن الاحتفال بافتتاح جامع السيدة فاطمة بنت علي بعد غد الجمعة بولاية السيب. الاحتفال بافتتاح مصنع إنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة بولاية سمائل بمحافظة الداخلية. 75% نسبة الإنجاز في النفق الأول بطريق الشرقية السريع بعد الانتهاء من عمليات الحفر فيه. الاتحاد الأوروبي يستعد لتفعيل قانون يحظر على الشركات الأوروبية الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران. يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة المقبلة جلسة خاصة لمناقشة تدهور وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب مواجهات أوقعت عشرات الشهداء الفلسطينيين على حدود قطاع غزة. وافتتحت غواتيمالا سفارتها الجديدة في القدس لتصبح أول دولة تحذو حذو الولايات المتحدة. في الأثناء بدأت الجامعة العربية بالقاهرة اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين تحضيرا لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدا الخميس لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس.
قال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لتفعيل تشريع يحظر على الشركات الأوروبية الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران والمرتبطة بالملف النووي، كما يدعو الاتحاد مواصلة طهران الالتزام بالاتفاق النووي. إيران من جهتها أكدت أن الاتفاق النووي سيبقى ما دام هناك ضمانات من الاتحاد الأوروبي للإبقاء على الاتفاق. اجتماعات ثنائية وموسعة بين الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية إيران لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي وجهود إنقاذه بعد انسحاب واشنطن منه. الجانبان أكدا على جدية الإرادة السياسية بينهما لتفادي انهيار كامل للاتفاق وتكثيف العمل على جميع المستويات لإيجاد آلية تضمن استمراره. كما ستتواصل اجتماعات في المفوضية الأوروبية وقمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي اليوم لبلورة موقف أوروبي. بدأنا للتو، وأنا شخصيا أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، وسنرى ما سنصل إليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. المفوضة العليا ستعلن بالنيابة عن المشاركين آخر ما توصلنا إليه، ومرة أخرى أرى أن البداية كانت إيجابية رغم أننا لم نتفق على شكل نهائي، ولكننا بدأنا ونحن في انتظار الحصول على الضمانات الضرورية للتوصل إلى اتفاق. الممثلة العليا للسياسة والأمن الخارجي الأوروبي استبعدت إدخال أي تعديلات على الاتفاق أو على أي من ملاحقه، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على الاتفاق بصيغته التي أبرمت 2015 بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وأوروبا، مطالبة إيران بالالتزام بشكل كامل ببنود الاتفاق للمحافظة أيضا على بقاء الأوروبيين. The agreement is, as you know very well, complex enough, long enough, detailed enough. الاتفاقية كما تعرفون غاية في التعقيد والتفصيل، وليست في حاجة لأي تعديلات أو إضافات. كل شيء منصوص عليه في الاتفاقية. نحن في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ملتزمون بالاتفاقية ومتطلباتها الاقتصادية والمالية التي ستعود على الإيرانيين حكومة وشعبا، كما أن الإيرانيين من جانبهم ملتزمين بالاتفاقية والمتعلقة ببرنامجهم النووي. نحن الآن لا نبحث أي إضافات أو تعديلات على نص الاتفاقية، ولكن نتحدث عن إمكانية تطبيق آليات توضيح بعض النقاط التي قد تبدو مع حل جدل وتساؤلات. مجموعة الخبراء المشتركة بدأت العمل على تحضير خطة عمل كاملة لإيجاد حلول تضمن مصالح إيران وكافة الأطراف سواء كانت موقعة أو لا، وحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للشركات خاصة فيما يتعلق بضمانات القروض والتعاملات المصرفية والاستثمارات في مجالات النقل والتكنولوجيا. تأكيدات أوروبية وإيرانية على مواصلة الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي المبرم 2015 وسط مخاوف من قدرة التحالف الإيراني الأوروبي على مواجهة تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وتأمين الضمانات لاستمرار تطبيقه فعليا. من مجلس الوزراء الأوروبي، نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل. خرج آخر المسلحين المعارضين من مناطق يسيطرون عليها في مدينة الرستن في محافظة حمص التي أصبحت خالية تماما من الفصائل المعارضة، وتوصلت الفصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في مناطق سيطرتها، وأبرزها مدن وبلدات الرستن وتلبيسة والحولة، قبل تسليم سلاحها الثقيل ثم خروج الراغبين من المقاتلين والمدنيين باتجاه الشمال السوري. وخرج بموجب عملية الإجلاء حوالي 34,500 مسلح وأفراد من عائلاتهم ومدنيين آخرين. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين في هجوم انتحاري استهدف مجلس عزاء في منطقة التاجي شمال بغداد. من جانب آخر، قالت مفوضية الانتخابات في العراق إن مسلحين احتجزوا موظفي الانتخابات داخل مكاتبهم ومنعوا فرز الأصوات في مدينة كركوك شمال العراق، وأضافت أن نتائج 186 من صناديق الاقتراع لم تفرز من كركوك التي شهدت تصعيدا في التوترات منذ سيطرت قوات مسلحة على المدينة من قبضة الأكراد العام الماضي.
هددت بيونغ يانغ بإلغاء القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما ضغطت واشنطن عليها للتخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن واشنطن لا يزال لديها أمل بانعقاد القمة بين ترامب وكيم رغم تهديدات بيونغ يانغ بإلغائها. وكان النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي صرح في وقت سابق أن بلاده ستعيد النظر في الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الشهر المقبل إذا كان الأمر يتعلق بفرض تخليها عن الأسلحة النووية بصورة أحادية الجانب. تشير صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل الخرائط بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى رصد منخفض مداري، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 17 عقدة، يتمركز جنوب غرب بحر العرب بالقرب من جزيرة سقطرى على دائرة عرض 11.5 درجات شمالا وخط طول 53.3 درجات شرقا، مع استمرارية تحركه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو خليج عدن خلال 24 ساعة القادمة دون أي تأثير مباشر على أجواء السلطنة. ويصاحب المنخفض المداري كتلة من السحب الركامية مع احتمال تدفق بعض السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على محافظة ظفار خلال اليوم وغد، ويكون البحر متوسطا إلى هائج الموج على سواحل محافظتي ظفار والوسطى، ويصل أقصى ارتفاع له 3 أمتار. وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر على سواحل محافظتي ظفار والوسطى، وإلى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها. هذا وشهد عدد من محافظات السلطنة اليوم أمطارا تفاوتت بين الغزيرة والمتوسطة سالت على إثرها الشعاب والأودية. وإليكم مشاهد من الأمطار التي هطلت على ولاية سمائل بمحافظة الداخلية. نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي جلسة حوارية حول آليات تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت. الجلسة أكدت أن الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل هو صمام الأمان لكافة المنشآت من الوقوع في تحديات مالية وإدارية، ويسهم في تعزيز واستدامة علاقة العمل وتحقيق استقرار وظيفي وبيئة عمل جاذبة. نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم الاقتصادية. الحوار الاجتماعي ليس بفكرة جديدة أو وليد الصدفة، بل هو وسيلة وغاية منذ قديم الزمان. بهذه الكلمات افتتحت جلسة آليات تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وإدارات المنشآت، والتي أقيمت بتنظيم الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي. هدفنا في تعزيز مفهوم أيضا التواصل وتقنيات الاتصال والتواصل، هذا مهم جدا، حيث يستطيع العامل النقابي اليوم إدارة الحوار من خلال التواصل المباشر مع الرؤساء التنفيذيين أو مجالس الإدارة. مشاركون في الجلسة أكدوا على رعاية مصالح وحقوق العمال مقابل ما شهدته النقابات في الآونة الأخيرة من تطورات نتج عنها زيادة أعداد اتفاقيات العمل الجماعية التي كفلتها التشريعات الوطنية بالسلطنة، مؤكدين على ضرورة ممارسة الحوار الاجتماعي بين العمال أو ممثليهم وبين أصحاب الأعمال. تفعيل دور النقابة العمالية في المؤسسة، طبعا التفعيل يأتي من بداية تشكيل النقابة العمالية إلى
القيام بمهامها أو تسهيل قيام مهامها في المؤسسة. لذلك احنا حطينا جملة من النقاط، طبعا عملنا مسح على جميع النقابات العمالية، التمسنا بعض التحديات والمشاكل اللي واجهوها. المجتمعون في الجلسة الحوارية خرجوا بمجموعة توصيات دعت إلى تشكيل فرق عمل من النقابات العمالية لمعالجة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بالقطاع، بما فيها حالات انتهاء المشاريع وتدوير القوى العاملة الوطنية بينها، وتخصيص جائزة من قبل الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي بشكل سنوي للمنشآت التي تحقق نتائج إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي، وتفعيل لجنة الحوار الاجتماعي من حيث مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم سوق العمل وتطويرها وفق معايير العمل الدولية. كذلك أوصت الندوة بالتأكيد أن الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل يعتبر صمام الأمان لكافة المنشآت من الوقوع في تحديات مالية أو إدارية. الآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل أحمد بن راشد الهنائي. أحمد، إليك. شكرا خالد، أهلا بكم مشاهدينا. وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة على برنامج تعاون فني لإعداد استراتيجية لترويج مركز للأسماك بالدقم. وقع برنامج التعاون نيابة عن الهيئة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس الإدارة، وعن الشركة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير التعاون بين الطرفين للترويج لمرافق ميناء الصيد ومناطق تنزيل الأسماك، وضمان توفر سلسلة توريد متكاملة لتجهيز المواد الخام وتصدير المنتج النهائي، وتعزيز العلاقة مع مجتمعات الصيد المحلية في الدقم والمناطق المحيطة بها للحصول على الأسماك. وقع الاتحاد العام لعمال السلطنة عدة اتفاقيات عمل ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتهدف الاتفاقيات إلى تقديم جملة من المزايا للعمال وأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية. تسوية المنازعات العمالية والنقابية التي قد تحدث في المنشآت العاملة في مناطق الامتياز النفطية أولى اتفاقيات الاتحاد العام لعمال السلطنة مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية أوبال، بالإضافة إلى تعزيز التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية في قطاع النفط والغاز. هذه الاتفاقية طبعا هي جزء لا يتجزأ من مهام الاتحاد في تحسين شروط وظروف عمل العاملين بالقطاع الخاص وجلب المنافع والمزايا لهم من خلال التفاوض والحوار أو من خلال اتفاقيات عمل تبرم مع ذوي الاختصاص. مذكرة تعاون مع جمعية المحامين العمانية تنص على تحديد حد أقصى لأتعاب المحاماة على أن لا تتجاوز الدفعة المقدمة 50% من إجمالي الأتعاب للعاملين الذين لا تزيد أجورهم عن 400 ريال عماني. تهدف مذكرة التعاون التي تم توقيعها اليوم بين جمعية المحامين العمانية والاتحاد العام لعمال السلطنة إلى تقديم خدمات قانونية من قبل الجمعية لصالح الاتحاد. هذه الخدمات تختلف من خلال الاستشارات القانونية ومن خلال أيضا خدمات التقاضي في المحاكم. اتفاقية لوكالة استثمارية مع بنك إسلامي يتحصل بموجبها الاتحاد العام لعمال السلطنة على عوائد مالية بأسعار تنافسية مقابل إيداع مبالغ كودائع، كما سيتم تقديم منافع للعاملين بالقطاع الخاص وأعضاء النقابات والاتحادات العمالية، وكذلك تمويل مشاريعهم الاستثمارية. هذا إلى جانب اتفاقية تعاون أخرى للاستفادة من تخفيضات محددة لخدمات فندقية. تعزيزا للعمل النقابي جملة من المزايا يقدمها الاتحاد العام لعمال السلطنة لمنتسبيه وأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية من خلال توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من المؤسسات وشركات القطاع الخاص.
أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. ما الذي يحافظ على أساسات منزلك ويزيد عمره الافتراضي لسنوات عديدة؟ ما الذي يحقق أحلامك ويبني مستقبلك؟ ما الذي تثق به لحماية عالمك مدى الحياة؟ هناك اسم واحد في عمان هو الذي يوفر للمباني القوة والمرونة والثقة في تحملها للهزات الأرضية، وأنت أيضاً يمكنك أن تجعله أساساً لبناء منزلك. حديد بانتر من جندال شديد، حديد ذو جودة عالمية. حديد بانتر، الاسم الذي يعني الثقة مدى الحياة. تشهد الأسواق في محافظة البريمي خلال هذه الفترة حركة شرائية نشطة وإقبالا واسعا من المستهلكين على البضائع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ما يتطلب عملا رقابيا موسعا من قبل الجهات المعنية. في جميع الأسواق، سواء أسواق الخضار أو أسواق الأسماك أو المحلات التجارية، والقوة الشرائية كبيرة جدا، والحمد لله بالنسبة للأسعار، الأسعار غير مختلفة عن السابق بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهود الشباب في حماية المستهلك. شراء واسع تشهده أسواق محافظة البريمي باختلافها وتعددها، متهيئة لقوة الشراء المقبلة التي ستصاحب أيام الشهر الكريم. فمن المعروض هنا قوام موائد الخير الرمضانية التي تعمر في البيوت وتزدخر في المجالس، فحريص كل مشتر أن يختار السلعة الأحسن جودة والأنسب سعرا. الحين من خلال تسوقنا اليوم اللولو، البضاعة تقريبا متوفرة الحمد لله رب العالمين، وبكميات كثيرة متنوعة الحمد لله يعني، والأسعار ما شاء الله الحمد لله يعني في محافظة البريم بشكل عام مناسبة جدا يعني. رقابة وعناية تبذلها جهات الاختصاص من مسح الأسواق ومعاينتها حفظا للسعر والجودة، فهنا من منتجات الغذاء ما يشهد إقبالا أكثر فتقابله رغبة أكبر، وهنا العروض الترويجية على سلع متعددة كانت تحت معاينة الجهات المختصة لمعرفة مطابقتها لما يروج ويعلن. طبعا تم الاستعداد لشهر رمضان الكريم مبكرا، حيث تم تكثيف الرقابة على المحلات والمراكز التجارية بواقع فترتين يوميا، صباحية ومسائية. أيضا تم إعداد قائمة تحتوي على أكثر من 200 سلعة. ليست الرقابة وحدها عمل الجهات المختصة، فهنا دشنت الهيئة العامة لحماية المستهلك، دشنت السلة الرمضانية التي وبأصنافها المتنوعة وسعرها المناسب كانت محل اختيار المشترين. أما بالنسبة للسلة الرمضانية فهي متوفرة في اللولو هايبر ماركت، وتحتوي على 19 صنف، وهي متاحة للجميع وبسعر أقل من 10 ريالات عمانية. تلك مواسم يكثر فيها الشراء ويكثر المعروض، وما أيام رمضان إلا مثال عليها، وما أجمل أيام رمضان. من أسواق محافظة البريمي، عيسى بن خلفان الكعبي. أعلنت شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات عن تدشين خط بري جديد يربط الموالح الشمالية بمنطقة الخوير في محافظة مسقط اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يمر مسار الخط الجديد الموالح شمالية الخوير بعدد من المؤسسات والجهات الحيوية التي يرتادها الكثير من الناس، وسيتم توفير حافلات جديدة ومصممة خصيصا لمواصلات لاستخدامها عند تشغيل هذا الخط الجديد. ويأتي تشغيل هذا المسار ضمن خطة الشركة لتوسيع نطاق شبكة النقل العام في مسقط. ختام النشرة الاقتصادية، عودة إلى الزملاء وبقية الأخبار. شكرا أحمد. استطاع المواطن راشد السليمي تأسيس شركة تعمل في مجال صناعة هياكل الشاحنات العسكرية والمدنية، وذلك بعد توجهه إلى العمل الخاص منتقلا من القطاع الحكومي. وساهمت الشركة في بناء جسر حديدي في خصب للشركة الوطنية للعبارات وسلالم لصعود السفن العملاقة في ميناء صحار، ومعدات تدريب شاملة في ميناء الدقم.
مع صباحات كل يوم تبدأ قصة راشد السليمي الذي حلم أن يؤسس شركة خاصة، فكان له ما أراد بعد توجهه إلى العمل الخاص بعد أن قضى 10 أعوام في القطاع الحكومي. اليوم مؤسسة راشد متخصصة في مجال صناعة هياكل الشاحنات العسكرية والمدنية، بل نجح في صناعة جهاز هيدروليكي لسحب القوارب من البحر إلى الساحل شاقاً طريقه دون توالي. شركة عمانية تأسست عام 2008 وهي متخصصة في صناعة هياكل الشاحنات وعربات القوارب والجسور وسلالم السفن وإلى ما شابه ذلك، كذلك الأعمال الهيدروليكية. بدأنا نكسب العملاء الزبائن اللي قاموا بتشجيع الشركات العمانية، وكذلك جهات الحكومية أيضا أتاحتنا الفرصة للعمل في هذا الجانب. ساعات طوال تمر على راشد يقضي أوقاته بين جنبات هذا المكان، يسابق الزمن للانتهاء من الأعمال الموكلة إليه لتسليمها في الوقت المحدد، بعد أن كسب عملاء من مؤسسات عسكرية وشركات حكومية كبيرة. من أهم المشاريع اللي قمنا بها وساهمت في دعم الاقتصاد الوطني جسر خصب للشركة الوطنية للعبارات، طبعا ساهم لنقل المسافرين مع سياراتهم من مسقط إلى خصب، وكذلك سلالم ألمنيوم يبلغ طولها 12 متر 10 أمتار 8 أمتار مقاييس مختلفة، تستخدم لصعود السفن العملاقة التي تأتي بخام الحديد، وتم تصميمه لشركة فالي في ميناء صحار، وكذلك معدات التدريب شاملة في ميناء الدقم أيضا قمنا بتنفيذها في شركة مشاريع دخون الحديثة. بعد فترة من تأسيس شركته توجه إلى صندوق الرفد لأجل التوسع والتطوير، وما زال راشد يحلم أن تكبر تجارته، فالهدف واضح أمامه كما يقول. فارس بن جمعة الوهيبي، محافظة مسقط. والآن إلى مزون وآخر أخبار الرياضة. أهلا بكم مشاهدينا. حقق فريق كلاس 40 التابع لعمان للإبحار لقب بطولة سباق أرمن ريس الذي أقيم بفرنسا، وبلغ طول مسار السباق الذي جرت عليه منافسات البطولة 360 ميلا، وشهدت مراحل السباق أجواء تنافسية وتحديات صعبة بسبب الظروف المناخية والرياح والأمواج التي تسببت في خروج بعض القوارب من المنافسة لعدم مقدرتها على المواصلة، وتمكن الفريق العماني من الفوز بالمركز الأول بعد إكمال مراحل السباق في 15 ساعة و34 دقيقة. انطلقت قبل قليل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي والتي تقام في مدينة ليون الفرنسية بين مارسيليا الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ويأمل مارسيليا في انتزاع اللقب وسط جماهير بلاده، فيما يبحث رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عن وضع حد لنحس المباريات النهائية في المسابقات القارية والتتويج بلقب الدوري الأوروبي. تتواصل الاستعدادات في العاصمة الأوكرانية كييف لاستضافة المباراة النهائية لدور أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ستجمع بين المدافع عن اللقب الإسباني ريال مدريد والطامح للفوز بلقبه السادس ليفربول الإنجليزي، حيث يستضيف المباراة استاد أولمبيسكي في العاصمة كييف الذي تم تشييده لاستضافة فعاليات بطولة أمم أوروبا لعام 2012، وهو أحد أكبر الملاعب الأوروبية، إذ يتسع ل70 ألف متفرج، ويعتبر معقل نادي دينامو كييف والمنتخب الوطني الأوكراني في الوقت الذي اكتملت فيه الاستعدادات في الاستاد لاستضافة المباراة. طفى على السطح وضعوا آثار حفيظة الجميع بسبب ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها فيما يخص الخدمات الفندقية والإقامة بمدينة كييف.
وفي خبر آخر، حيث أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي إقالة مدربه سام ألارديز بعد 6 أشهر قضاها على رأس الإدارة الفنية بالنادي. وكان ألارديز قد جنب الفريق الهبوط إلى الدرجة الأولى وأنهى إيفرتون ثامنا في ترتيب الدوري، لكن كما يبدو فإن إدارة الفريق كانت تأمل بنتائج أفضل، وسبق لأرديز تدريب منتخب إنجلترا لفترة قصيرة في 2016 قبل أن يعود للعمل على مستوى الأندية ويقود كريستال بالاس الموسم الماضي. وتشير التقارير الصحفية إلى رغبة إيفرتون بالتعاقد مع مدرب واتفورد ماركو سيلفا. وإلى الخبر الأخير، حيث فاز اللاتفي توماس سكوينز بالمرحلة الثالثة لطواف كاليفورنيا للدراجات الهوائية، بينما حافظ الكولومبي إيغان برنال على صدارة الترتيب العام للطواف، حيث شهدت المرحلة منافسة كبيرة على الصدارة لكنها فشلت جميعا في الانفراد بالمقدمة. وفي الجزء الأخير للسباق اندفع اللاتفي توماس سكوينز ليفوز بالمرحلة في 4 ساعات و52 دقيقة و47 ثانية متقدما ب3 ثوان على الأمريكي شين بينيت. واحتل الكولومبي إيغان برنال المركز الخامس في المرحلة ليعزز صدارته للترتيب العام متقدما ب25 ثانية على البولندي رافائيل مايكا. إذن مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية، وعودة الآن إلى الزملاء. أهلا بكم من جديد. احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار بتخريج الدفعة الأولى من طلاب الدمج الفكري والدفعة الأولى من طلاب الدمج السمعي بمدارس المحافظة. تضمن الحفل كلمة الخريجين وعرضا مرئيا بعنوان مشوار التخرج، كما قدم الطلاب اللوحة كلنا واحد. وفي الختام تم تكريم المساهمين في العملية التعليمية لطلاب الدمج وتكريم الخريجين. احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار بتخرج الدفعة الأولى من طلاب الدمج السمعي والدفعة الثانية من طلاب الدمج الفكري بمدارس محافظة ظفار. الدمج في سياق التعليم هو مصطلح يشير إلى الممارسة المتمثلة في تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية خلال فترات زمنية محددة استنادا إلى مهارتهم، وهي رؤية تربوية ناضجة تمهد لإعداد أصحاب الفكر والإمكانات العالية للعمل في المجتمع، قادت إلى خلق هذه البيئة لهم السياسات والأنظمة التي كفلت حق التعليم. هذه التجربة وزارة التربية والتعليم قامت بها في مختلف محافظات السلطنة، اللي هو تطبيق الدمج الفكري لأبنائنا الطلبة والدمج السمعي أيضا. وطبعا اليوم احنا نعيش في هذا الحفل تخريج طلاب الدفعة الأولى من طلاب الدمج الفكري وكذلك الدمج السمعي في محافظة ظفار. بعدد كل لحظة أوضح للجميع أنهم أقوى، أن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، وأن التعليم حق، وأن صفحات النجاح تطوي الفشل طيا، في ظل العزيمة تغيب الهزيمة. هذا الطالب يستعرض أمام الجميع مبادرة الحروف الضوئية، يتحدث وفي عينيه ضوء، ونعم الإجادة ونعم الإرادة. نعم، كلنا واحد وكل لا يتجزأ. كل من قال لا يستطيع فهو دائما بيكون سلبي، وهذا الشيء غير ما معرف في مجتمعنا، ولازم ان الواحد يكون ايجابي. الشيء الايجابي دائما بيعطي الدافع او الحافز للطالب او الطالبه. الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه يقدر يعمل اي عمل او اي شيء هو يريده. المكان هنا امتلأ بألوان الفرح والاعتزاز والنجاح، الساعة بزمانها، المكان بالزوايا، وها هم هنا أعادوا الذاكرة عندما قيل لهم الطريق شاق وطويل، قالوا لا بديل لنا إلا النجاح لا بديل، وقيل لهم الصعوبات كالجبل، قالوا نحن الجبل، فخجل من كان يقول. تكرموا
قادم أجمل، مستقبل بهم يعمل بعدد كل لحظة، أوضحوا للجميع أنهم أقوى وأن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. محمد بن سعدون، بيت سعيد، محافظة ظفار. وختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتبادل برقيات التهاني مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بتكليف سامن، الاحتفال بافتتاح جامع السيدة فاطمة بنت علي بعد غد الجمعة بولاية السيب. الاحتفال بافتتاح مصنع إنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة بولاية سمائل بمحافظة الداخلية. 75% نسبة الإنجاز في النفق الأول بطريق الشرقية السريع بعد الانتهاء من عمليات الحفر فيه. الاتحاد الأوروبي يستعد لتفعيل قانون يحظر على الشركات الأوروبية الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران. وفي ختام نشرتنا هذه، تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. بحفظ الله.